وما الحكم في أن تمارس المرأة الألعاب الرياضية؟ الألعاب الرياضية بوجه عام مشروعة، أي مسموح بها في الدين في ظل التوجيهات والآداب الموضوعة لأي نشاط بشري. وابن القيم في كتابه زاد المعاد ذكر من فوائدها حسب المعلومات التي كانت موجودة في عصره أنها تخلص الجسم من رواسب وفضلات بشكل طبيعي، وتعود البدن الخفة والنشاط، وتجعله قابلا للغذاء، وتصلب المفاصل، وتقوي الأوتار والرباطات، وتؤمن جميع الأمراض المادية وأكثر الأمراض المزاجية إذا استعمل القدر المعتدل منها بدقة وكان يأتي التدبير صوابا. هذا ما قاله ابن القيم من فوائدها ومن شروط ممارستها، التي من أهمها أن تكون بقدر معتدل وإجراءات دقيقة قائمة على العلم والخبرة. وإذا كان الإسلام يمجد القوة في الجسم والعقل والروح والخلق كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، فإنه لم يرد نص بقصر هذه القوة على الرجال، بل هي مطلوبة من الرجال والنساء جميعا بالصورة المناسبة لكل منهما. وبالنسبة للمرأة بالذات يجب التزامها للآداب، وهي معروفة لا تخفى عليها، والنصوص فيها أشهر من أن تذكر، حتى لا تكون في الرياضة قوة وفائدة من ناحية وضعف وضرر من ناحية أخرى. وهناك قاعدة شرعية معروفة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. كانت هناك أنواع كثيرة من الرياضات يمارسها الرجال ومارسها النساء في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهد السلف الصالح، وجاء ذلك في مجال مناسب لهن. من ذلك رياضة العدو أي الجري، فقد روى أحمد وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق السيدة عائشة رضي الله عنها فسبقته مرة ثم سبقها مرة أخرى وقال: هذه بتلك. وجاء في بعض الروايات أن سبقه لها في المرة الثانية كان لثقل جسمها وسمنها. ومن هنا أؤكد أن الرياضة للمرأة مشروعة مع التزامها بجميع الآداب، وإلا كانت ممنوعة، والله أعلم.